الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى الموطأ مالك، وما زلنا مع الكلام على العمل في الرعاة مع الموطأ، وما زلنا في ذلك. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال المصنف قال الناس، حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة تعلمون مالك النجم، هشام بن عروة وهو من الثقات، وحديثه بالبصرة أولى حديثه بالمدينة أقوى حديثه بالبصرة. عن أبي عروة بن الزبير، عن الزبير تعلمون من عروة بن الزبير، كان هشام يقول أبي كان صومان يفطر يوما وكان يقوم الليل، فكان تقيا نقيا عابدا محدثا فقيها ورعا، وكان من أذبة الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، أنه دخل على عمر بن الخطاب الليلة التي طعن فيها، فأيقظ يعني الليلة التي طعن فيها الليلة الثانية، لأنه هو أصلا ما طعن إلا في الفجر، هو طعن في الفجر، فيقول من الليلة التي طعن فيها يعني الليلة التي عقبت، لأنه طعن صباحا، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كلام قوي جدا. فصلى عمر رضي الله عنه وارضاه وجرحه يثعب دما، صلى عمر وجرحه يثعب دما، وهذه فيها دلالة أن الدم كان كثيرا ما كان قليلا. نعم. وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري هنا، أنا سعيد بن المسيب وهو من خيار التابعين بل هو أعلم التابعين، قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك يحيى بن سعيد قال مالك قال يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذه أمور فيها مسائل، يعني هذا الحديث فيها مسائل. المسألة الأولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها زيارة المريض أو زيارة من شرف على الموت، وهذه سنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى منادي من السماء أن تبت وطابت مشاك وتوأت من الجنة مقعدة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يوكل له 70,000 ملك يستغفرون له إذا كان في المساء إلى أن يصبح، وإن كان في الصباح إلى أن يمسي. نعم. فلذلك دخلوا على عمر بن الخطاب، دخل المسور يعود عمر بن الخطاب بعدما طعن يعوده في الليل، وهذه كما قلت من الأداب من حق المسلم على المسلم. فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يصعب دما. هنا يقول قال فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فيها المسألة الثانية الحث على الصلاة وإن كان مريضا، وأن الصلاة لا تسقط عن أحد، وحقيقة الأمر خلافا للحنابلة وخلافا للحنفية أن الصلاة لا تسقط حتى عن الأعمى ما دامت النية والقلب ينبض، فالنية موجودة يصلي بالنية فلا تسقط. يعني هو ابن تيمية بيقول يعني لو لم تتحرك أجزاؤه يعني رأسه أو عينه في هذا الباب، فالصحيح أن نقول لو لم تتحرك الأركان وبقي الجنان ينبض يبقى بالنية يصلي. إذن بالنية يصلي، وهذا يعني الصحيح في هذا الباب. فهو يعني مطعون، عمر مطعون، ومع ذلك قال له ذهب فقال له الصلاة، فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، المالكية يرون أن هذا يعني ليس على ظاهره، أنهم يحملونه على قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، يعني لا حظ في الإسلام الكامل لمن ترك الصلاة، لأنهم يرون أن تركها تكاسلا معصية وليست كفرا، ويرون التأويل لو أخذناه على ظهير يقولون بالتقدير ولو لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة جحودا. وقول الأئمة الثلاثة يرون بأنها كبيرة من الكبائر وليس كفرا يخرج من الملة، يعني هي كفر دون كفر في هذا الباب. والحنابلة وابن خزيمة من الشافعية يرون بأن تارك الصلاة كافر،
كافر كفرا يخرج من الملة. وهذا أيضا يراه بعض الصحابة الكرام، يعني جامع من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وغيره، يرون بأن ترك الصلاة كفر، وأخذوه على ظاهر ما قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقولون هذا قول عمر بن عمر وقول أبي بكر، يعني قول جماعة من الصحابة أن ترك الصلاة يكفر، ترك الصلاة يكفر. هذه المسألة الأولى، وكما قلنا المسألة يعني ينظر فيها في الترك، لأن النبي قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الترك هنا إن كان تركا كليا فالكفر محتم، لأنه لا يمكن الواحد أصلا يعلم أنه سيقف على صلاة يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه للصلاة ليسأل، ويسأل عن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ويكون يعني مسلما. يعني كما قال ابن تيمية قال لا يتصور في إنسان يعلم أنه ما خلق إلا لذلك وسيبعث على ذلك ويسأل عن ذلك ثم لا يسجد ولا يطوف يعني في البيت مرة. فقال هذا ليس مسلم، فعله كذب زعمه. فإذا ترك الصلاة كلية فيه كفر. قال فصلى عمر وجرح يسع بدمان. هنا صلى عمر وجرح يسع بدمان في الدلالة واضحة جدا لمن استدل بأن الدم طهر. قالوا أو دم. وأيضا قول الحسن في البخاري قال لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وحتى أن هذا إلماح وإلفات من البخاري على أن الدم طهر. وإن كان الأئمة الأربعة اتفقوا على نجاسة الدم، وابن حزم قال بالإجماع، لكن الإجماع منخرط. الإجماع لم تتوفر فيه شروط، الإجماع لم تتوفر فيه شروطه، وإلا فقد اتفقوا على أن دم السمك نادر، دم السمك طاهر، ودم الشهيد طاهر أو في مستثناته الآن، ولكن دم الحيض أيضا اتفقوا على أنه طاهر. حديث الوعيد لا تفسر، هذا قول أحمد من أجل أن تبقى على ما عليه يعظمها الناس ويخافون على أنفسهم يهابون يعني، ولكن في التفسير أفضل حتى لا نقع في قضية الغلو. فهو ما قال صلى وجرحه يسعب دما، ينزل دم كثير، وهذه فيها دلالة أن الدماء إذا نزلت من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا ينقض من نجاسته، وأن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، لأن جرحه كان يسعب دما. هنا الرواية الثانية عن مالك عن سعيد بن سيب لما سئل عن رجل الرعاف ينزل يتساقط، قال له هو سجد التساقط يكون أكثر، فقال يومئ ولا يسجد لأمرين. الأمر الأول كثرة الدماء التي تنزل، يومئ أفضل ما يسجد لأمرين. الأمر الأول كما قلت أن الدم ما يسيل كثيرا، وأيضا للحفاظ على ثوبه أو الحفاظ على الفرش التي يصلي عليه، للحفاظ على ثوبه والحفاظ على الفرش التي يصلي عليه. فقال ابن مساب يومئ إيماء. طبعا هنا قاسوه أيضا على الطين، مسألة الصلاة على الطين، لأنه في خلاف فيها اليومي أم يسجد في الطين، فهذا في خلاف حتى عند المالكية، لكن هنا قال الدم أقوى في ذلك فيومي. لذلك قال وذلك أحب ما سمعته، هذا عند المالكية أنه يومي ولا يسجد. ونقول إذا كان السجود سيزيد النزيف أو أنه يعني ينجس المكان، يبقى الإيماء هو الأصح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة، وهنا انتقل باب آخر، الفوائد المستنبطة في ذلك قول الصاحب حجة ما لم يأتي ما يخالفه. قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فقوله حجة هنا عمر بن الخطاب. خروج الدماء من غير سبيلين لا ينقض الوضوء وتصح الصلاة به وإن كان الأولى غسله. نظرة المفاسد والمصالح من مقاصد الشريعة، وهذا من فعل سعيد بن مسيب رضي الله عنه، لذلك مالك قال أحب إلي. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.